أن مطالبكم هي هدفنا، وأنكم ستبقون عونا لنا في تحقيق التغيير والإصلاح الشامل. لقد وضعنا أمام خيار الاستسلام للفوضى والانقسام. المؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الآمن والفعال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولي في مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية. وأود في هذا الصدد التعبير عن التقدير Muslims fast from sunrise to sundown and focus on prayer and spiritual life to deepen their devotion to God. Ramadan is a time of charity, of giving, and service to our fellow citizens. والسقوط في الهاوية، وهذا خيار لا يمكننا الرضوخ له ونرفضه بشدة. واخترنا بدلا عنه المضي بالطريق الذي صممنا منذ البداية. وتعزيز أطر التعاون الدولي في مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية. وأود في هذا الصدد التعبير عن التقدير لرؤية منظمة الصحة العالمية الخمسية القادمة 2019.